أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين من لواء جولاني وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من العراق. وبحسب تحقيق لقوات الاحتلال، تم إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين من العراق. أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إحداهما، أما الثانية فأصابت قاعدة عسكرية في شمال هضبة الجولان. وبحسب بيان لقوات الاحتلال، أصيب في الهجوم 23 آخرين في الهجوم، بينهم 2 في حالة خطرة و21 أصابتهم إصاباتهم خفيفة.